عشان اتكلم عن موضوع الرهبان، عشان ما يصحش اني انا تيجي الحلقة دي وتعدي ما كنش اتكلمت عن الرهبان. اولا حكم تعسف، حكم المفتي ده حكم تعسف، حكم خالي من الصحة، الرهبان ابرياء، وتكلمنا كتير في أدلة براءة الرهبان، اتكلمنا كتير في أدلة براءة الرهبان، اتكلمنا كتير انه في الاعتراف اللي جابوه للراهب أشعيا قال انا حاولت اقتله الاسبوع قبلها والاسبوع قبلها التاني، في الوقت اللي هو الشهر كله اللي قبله كان الان بقى بيفنس في استراليا. يعني الاعتراف من اوله لاخره كذب في كذب، والاعتراف كان تحت تهديد. وانا قلت من خلال الفيديو بتاعه انه كان قاعد واطي على كرسي واطي لتحت، كانوا مركبين له جهاز كهربائي في الاماكن حساسه، وكان خالد عبد الحميد معاه المفتاح بتاع الجهاز بيكهربه كل شويه ويقول له قول اللي انا عايزه. وقلنا كمان ان الاله دي لا يمكن اله مفرغه زي كده تعمل جرح قطعي وتخرج المخ بره. الجرح ده جرح قطعي محتاج ضربه فاس او ضربه سيف تقيل عشان تحصل. وقلنا كمان ان ابونا اشعيا وابونا فلتاوس كانوا في الكنيسه وحضروا القداس مع باقي الكهنه. وقلنا كمان ان ابونا فلتاوس كان معاه اخته وعيال اخته موجودين في اليوم اللي قبلها وبيتين معاه، فمش معقوله يكون مشارك في جريمه زي كده. وقلنا كمان ان العمليه كانت معلومه من الامن اثناء حدوثها، لدرجه ان لما نقلوا جثه الانبا ابيفانيوس ودوها للعياده كان في لواء قاعد منتظر. وقلنا كمان ان خالد عبد الحميد بعد قتل الانبا ابيفانيوس جات له ترقيه للواء تاني يوم، يعني معناها كل. وقلنا كمان ان قبل المقتل بتاع الانبا ابيفانيوس اتمسك واحد من الاعراب كان بيتسلل جنب القلايه بتاعت الانبا ابيفانيوس، ولما اخدوه ودوه للامن، الامن قال لكم سيبكم منه، ده مجنون، وليه ما يكونش هو اللي عمل دي. في حاجات كتيره جدا جدا جدا، تسجيلات اللي كشفناها ان طلع الامن بيسجل كل مكالمات القس اشعيا وباقي القساوسه مع باقي الناس قبل ما تتم جريمه قتل الانبا ابيفانيوس. قبل ما تتم جريمه قتل الانبا ابيفانيوس كانت كل مكالمات الانبا اشعيا من قبل ابونا اشعيا من قبل الامن متسجله. ده يدل على ان الامن كان مخطط للعمليه من قبل ما تحصل، وعارف القصص اللي بتدور وعارف المشاكل اللي بتدور عشان يعرف يلبسها لمين. وقلنا كمان ان مقتل وتسميم الراهب زينون جه من الامن عشان هو كان الشاهد الوحيد اللي في ايديه براءه راهب اشعيا والراهب فلتاوس. وقلنا كمان ان المكالمات اللي قال عليها خالد عبد الحميد لما فرغوا الموبايلات بتاعت راهب اشعيا ثبت انه كان مش موجود، ما فيش مكالمات بينه وما بين فلتاوس لتنظيم عمليه القتل. العمليه كلها من الاول للاخر هي عين على الدير عشان سرقه الاراضي. ولما اشتكى الانبا ابيفانيوس من ان الدوله بتحاول تستولي على 500 فدان تابعه للدير، قال لك نخلص منه الراجل ده اللي عاملين هوسه، نقتله كمان ونلبسها للرهبان. ومن خلال التجسس على الدير والكلام ده، والدليل على كده انه حتى بعد ما مقتل الانبا ابيفانيوس وبعد ال 500 فدان الاولانيين اخذوا كمان عده افدنه كثيره بعد الحكم واثناء الحكم. ده يدل على ان القصه من اولها لاخرها متخططه من الدوله للاستيلاء على اراضي الدير. وخالد عبد الحميد كان احد اداتهم، والعمليه من اولها لاخرها تنظيم امني ملوش علاقه. الله يسامح اللي دخل من رجال الدين وورط ابونا اشعيا، وما كانتش حكمه ابدا من رجال الدين اللي يقول اطردوا الخبيث من وسطكم واللي يشلح والناس دي تحت الحكم. ما كانتش حكمة أبدا، بالعكس دي مكنة الشيطان وأهل الشيطان وأهل الفتنة من أنهم يلبسوا اتنين رهبان قضية قتل ولا دليل مقنع. مفيش شاهد مقنع، مفيش تصوير مقنع، مفيش آلة مقنعة، مفيش دم اتحلل مقنع. الروايات كلها كذب في كذب، حتى الاعتراف كذب في كذب. وما بني على باطل فهو باطل. منع الراهب أشعيا والراهب فلتاوس من وجود محامي اثناء الاعترافات او اثناء اخذ التحقيقات
يقتل هذه القضية ويلغيها من أولها إلى آخرها. ده لو في إيه؟ ده لو في دولة، ده لو في دولة. لكن دولة ما يعني، ما معلش يعني، هي الدولة دي اللي قتلت لك ولادك في ماسبيرو، الدولة دي نفسها هي اللي فجرت لك كنيستك في القديسين، الدولة دي نفسها هي اللي فجرت لك الكاتدرائية والمنقصية. يعني خلاص هتقف عند أشعية وتقول لا حرام؟ دي عالم أساسا تشتهي الدماء، دي عالم تقتل القتيل وتمشي في جنازته، العالم لا تضمن ابتسامتها ولا تضمن عهد معها، دي عالم شيطانية تتبع الشيطان. ارحمنا ربنا، نطلب من الكل انه يقف ايد واحدة ويصلي للرهبين. صلواتكم ممكن تعمل كتير، صلواتكم ممكن تغير كتير، صلواتكم ممكن تهز الجبال وتنقل الجبال زي ما نقلت المقطم قبل كده. اتمنى ان كلنا نصلي للرهبين ان تظهر براءتهم، اتمنى انكم تصلوا بحيث ان صلاتكم تهزز الجبال وتهزز النظام، عشان المزيد من الدماء لا يتم استهانة بها، لا يتم استهانة بدماء راهبين ابرياء. دي وصمة في تاريخ هذا العهد، في تاريخ قادته السياسية وتاريخ قادته الدينية. لم يحدث خلال 2000 سنة مضت أن أتهم راهب بالقتل أو أن تم أن قتل راهب أحد، لم يحدث ولن يحدث، لأن الراهب مهما عمل مهما أخطأ لا يمكن يقتل، لأن هذه القتل من شيم الشيطان، لأن الشيطان كان قتالا منذ البدء. القتل شيم أبناء الشيطان واللي بيعبدوا الشيطان واللي بيمشوا ورا الشيطان، لأنه كذاب وأبو كل كذاب، وهو كان قتالا منذ بدء الخليقة. نصلي إن ربنا يظهر يظهر براءتهم. أقول لكم الرهبان أبرياء، الرهبان أبرياء، الرهبان أبرياء، يقينا 1000% ولا 1% شك إن الرهبان أبرياء. وما علينا لأن في الفترة الجاية نصلي كلنا عشان ربنا يظهر براءتهم وينصرهم. الراجل ما حبكتش معاه انه يصلي غير في الطريق العام، يوقف المرور مش مشكلة، المهم هو يصلي. طب يا ابني ما تتستر يمين ولا تطلع على الرصيف وتصلي؟ لا، هي حتمت معاه انه يصلي في الطريق. والكلام ده في مصر وفي مخرج جراش. المنظر ده اللي بيتم في مصر هو نفسه، هو نفسه بيتم في اوروبا. يعني يكون عندهم جامع ما يدخلوش الجامع، فاضي جوه، يطلعوا لك في الشارع يفردوا لك بره، يفردوا لك بره. ودي الانجيل اتكلم عنها، وهقول لكم اتكلم عنها فين، جاي لكم. عندنا في انجيل متى المسيح كان عينيه وبصيرته تنبؤاته كاشفه لما سيحدث بعد ذلك، وبعد اكتر من 600 من السنين، وليتمتد ل 2000 سنه بعد ذلك. فكان بيوصينا بوصايا، والوصايا دي مكتوبه في الانجيل. انهي انجيل يا حبايب؟ محرف؟ لا مش محرف، لانك انت المحرف تبقى تجيب لي مش محرف. احنا الانجيل معانا هو نفسه اللي موجود في روما، هو نفسه اللي موجود في اسرائيل، هو نفسه اللي موجود في أركان المعمورة كلها منذ آلاف السنين، نفس النسخة بنفس الترجمة، عشان احنا إنجيلنا مش محرف. في إنجيل متى 5:6، لو أنت موجود في فرنسا افتحه، لو أنت موجود في ألمانيا افتحه، لو أنت موجود في العبرانيين افتحه، لو أنت موجود في أرميا افتحه، لو أنت موجود في اليونان افتحه، هتلاقيه هو هو. المسيح بيقول كده: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجورهم. كلم عن الناس اللي بتحب تصلي هي واقفة كده، وفي المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. دول ما لهمش حسنة عند ربنا، دول استوفوا أجرهم. اتكلم عن القتل، قال بقى للقتل: أنتم من آب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فأنه يتكلم مما له،
لأنه كذاب وأبو كل كذاب. الشيطان كذاب وأبو كل كذاب، وأتباع الشيطان كذابين وأبو كل كذابين. فبطرس الثانية بيقول إيه؟ أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم، لأن أبوهم إبليس كان قتالا للناس منذ البدء. بيتكلم عنهم برضو جماعة القتالين القتلة دول اللي فاكرين نفسهم بيطبقوا شرع ربنا بالقتل. لا، فيش شرع عند ربنا بالقتل أبدا، عمره ما كان. يوحنا 16:2 بيقول بقى اللي بيحصل لنا دلوقتي، سيخرجونكم من المجامع، زي ما بيعملوا كده في كنائسنا يقفلوها لنا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. أعتقد ده السر، إن إحنا متمسكين جدا بمسيحنا وبإلهنا، لأنه مهما حصل بنقول إن الكلام ده مكتوب عندنا، مكتوب في إنجيلنا. المسيح قاله تقتل تضرب تحرق تخرجنا بره تحرقنا، المسيح قال الكلام ده، فده بيمسكنا زيادة في إيماننا. فأنت ياللي جاي تزعزعنا وخايف إنك هتخوفنا إن احنا نسيب ديننا، لا، اللي أنت بتعمله ده بيثبتنا على ديننا وبيثبت إن احنا على حق، لأن الكلام ده مكتوب عندنا بالتفصيل. ها؟ بالتفصيل.